الحرب العالمية التانية 1945 انتهت، اليابان قنبلة نووية، دمار تام يعني وانهيار تام. فالمفروض برضو يأس تام في أكتر من قنبلتين نوويتين وقبلها هزيمة تامة في الحرب العالمية الثانية وملايين القتلى والجرحى، يعني كل أسباب اليأس قائمة. إلا إنه كان في 2 مسؤولين يابانيين في الصين لما لقوا بلدهم استسلمت والإمبراطور ركع وقنبلة نووية وانتهت اليابان، قالوا لا ما انتهتش اليابان. طلعوا الاتنين دول بعد 24 ساعة من القنبلة النووية إلى اليابان وراحوا ما بيتناقشوش في اللي ماتوا، بيتكلموا في اللي جاي، وراح عندهم خريطة الطريق للمستقبل. شوف القوة وجرأة الأمل، دي فعلا جرأة الأمل، إزاي في وسط كل هذا اليأس تاخد قرار بالأمل هترجع اليابان قوية كما كانت وأقوى. ويروحوا الاتنين دول بعد 24 ساعة من القنبلة النووية يقول لك يلا نتكلم على إعادة إعمار اليابان، يلا نتكلم على بناء المستقبل، يلا نتكلم على اللي جاي مش اللي فات. 4 السيد هوندا اللي هو مؤسس شركة هوندا للسيارات، كلمنا عنه قبل كده، ده كان فقير جدا، 5 من اخواته ماتوا بسبب الجوع، سوء التغذية، مش ماتوا نتيجة أسباب أخرى، الجوع. فتخيل بقى الوضع اللي جاي منه، ومش واحد أو اتنين، العيلة كلها مش لاقية تاكل. فتخيل بقى السيد هوندا ده بعد كده يقدر من هو بيصلح دراجات زي والده إنه يصنع دراجات، إنه بعد كده يصنع عربيات، يبقى شركة هوندا الكبيرة جدا ديت يأسسها السيد هوندا اللي اخواته ماتوا من الجوع. هذا الرجل حكيم، عنده حكمتين مهمتين جدا في صناعة الأمل وفي منهج الأمل. بيقول لك إذا كان الخطأ جزء من التطور يكون مقبولا. بيقول لك أيضا قمت بالكثير من الأخطاء لكن لا يوجد خطأ تكرر مرتين. ده مهم جدا، مش حد يكرر خطأ باستمرار ونفس الأدوات والآليات وبعدين يقول ما لقيتش النتائج، ما طبعا ده هيحصل. فشوف الجملة المذهلة، قمت بالكثير من الأخطاء لكن لا يوجد خطأ تكرر مرتين. النقطة التالية 1957 أول قمر صناعي سوفيتي. طبعا الأمريكان إزاي بقى دول اللي هم السوفيت قمر صناعي، وبعدين بقى يوري جاجارين ينزل يقدر يلف في الفضاء الخارجي، ايه بقى اللي بيحصل؟ من امريكا فين؟ كما جاء في كتاب الناسا السياسيه، جون كينيدي قابل جيمس ويب كان رئيس ناسا وقتها وقال له ان احنا لازم نحصر السوفيت ونسبق السوفيت، وكان القرار الرئاسي لازم امريكا تنزل على سطح القمر، وده اللي حصل في مشروع ابولو ونزل الانسان لاول مره على سطح القمر. اخيرا امريكا 87، رونالد ريجن قال لجورباتشوف يا سيد جورباتشوف حطم هذا الجدار. ده كان جدار برلين اللي كان بيقسم ألمانيا ويقسم برلين، الشيوعيين شرقا والرأسماليين غربا. محدش تخيل إطلاقا إطلاقا إن ممكن هذا الجدار يسقط وإن ممكن ألمانيا تتوحد زي كوريا دلوقتي. حد فينا يتوقع إن كوريا الشمالية والجنوبية يبقوا دلوقتي دولة واحدة وشعب واحد ونظام واحد، ويسقط النظام الشمالي وتبقى كلها دولة رأسمالية؟ ده اللي حصل في ألمانيا، ده كان أخطر من كوريتين بكتير، لأن ألمانيا موجودة بقوة في العالم أكتر من كوريا. فاللي حصل إنه تم توحيد ألمانيا. وقتها بقى بيقول الزعيم الألماني هيلموت كول، بيقول إيه؟ بيقول أنا ما تخيلتش لما ريجن ده كان فنان ممثل، فبيقول كلام خيالي، بيقول له جورباتشوف سيد جورباتشوف حطم هذا الجدار. انا قلت بقى ده حد مش مركز بيقول كلام ساذج وتبسيطي جدا مش مدرك خطوره ما يقول. لما لقيت بعد كده سقط جدار برلين ادركت ان رونالد ريجن كان عنده رؤيه لما حرر الغرب من الخوف وادخل الخوف في قلوب السوفييت. مجمل هذه المحطات التاريخيه المهمه في اكثر من دوله وأكثر من حقبة تاريخية، لابد أن تمتلك باستمرار جرأة الأمل. في شرح وتفسير ما ذهبنا إليه، المشهد الأول، أول هبوط على سطح القمر 69 بعد السوفيت ما يأسوا الأمريكان. السوفيت بقى
هم اللي طلعوا الفضاء الخارجي، هم اللي عملوا قمر صناعي، الامريكان وراهم بكتير. لما الامريكان قرروا ما يقاسوش ويبقوا القوة الأولى في العالم يسبقوا السوفيت، كانت النتيجة أول هبوط على سطح القمر 69. سنة 60، 61، 62 كان السوفيت أسبق بكتير جدا من الأمريكان من قمر صناعي لعلوم فضاء ليوري جاجارين، إلا إن كينيدي أصر إن هم ينزلوا على سطح القمر. لو حد عايش أيام جون كينيدي ما كانش يتخيل هذا النجاح الكبير، ثم النجاح الأسطوري بأول مركبة ترسلها ناسا تهبط على سطح كوكب المريخ. تحطيم جدار برلين كان خيالا. هنا اللحظات التي سبقت سقوط جدار برلين. نصل إلى اليابان، هنشوف بقى مشهدين. مشهد لإسقاط القنبلة النووية على هيروشيما والدمار الذي لحق باليابان، ثم مشهد اليابان الآن في زمن الروبوت والذكاء الاصطناعي. في كل هذا الدمار كان هناك من يملكون جرأة الأمل، اللي هم مصرين رغم كل ده، وهذه المشاهد لا تكفي للتعبير من بي بي سي، إنما اللي حصل كان مأساوي وفوق الخيال، ومع ذلك مضت اليابان، بقت من أكبر اقتصاديات العالم ومن معاقل التفكير العلمي في العالم ومن أكبر الدول في المستوى التكنولوجي في العالم. جيل الانترنت سيهزم أمريكا. في طالب في جامعة في استراليا عنده 20 سنة، هذا الطالب بيعمل بحث في الجامعة، فبيقولوا على أبليكيشن أو تطبيق على الموبايل اسمه استرافا. تطبيق استرافا ده اللي ممكن تنزله على الموبايل، موجود أكتر من 30 مليون مشترك على هذا التطبيق، هو مهمته الناس اللي هي بتعمل رياضة، بتتمشى، بتمشي يوميا أو بتجري يوميا، تبقى عارفة النهاردة مثلا جريت 2 كيلو بكرة 3 كيلو، بيعرفوا ازاي. الابليكيشن متصل بالقمر الصناعي، بيديك الرقم بالظبط، بدل ما تعد انت مشيت قد ايه، كم مرة لفيت على التراك او ما الى ذلك، او انت ماشي بطريقة مستقيمة او عشوائية، تبقى عارف انت مشيت قد ايه. فبعض الناس، ملايين الناس مشتركين منزلين هذا الابليكيشن، بيعرفوا هم كل يوم اتمشوا قد ايه او جريوا قد ايه في اطار اللياقه البدنيه. انما الجيش الامريكي وزع مجانا عدد كبير جدا من الاجهزه اللي موجود عليها هذا الابليكيشن علشان يشجعوا الجنود الامريكان ان هم يمارسوا التمارين الرياضيه عشان مكافحه السمنه لدى الضباط والجنود الامريكان. هذا الطالب راح على هذا الابليكيشن، لما الشركة المالكة لهذا التطبيق ومقرها سان فرانسيسكو نزلوا بقى عدد المستخدمين وأماكنهم في العالم، فظهرت مناطق مضيئة ولامعة حول العالم، اللي هم كل الناس اللي بيجروا أو بيتمشوا معتمدين على هذا الابليكيشن اللي هو متصل بالقمر الصناعي. فظهرت لأول مرة قواعد عسكرية سرية أمريكية. فالطالب ده عمل صدمة في أمريكا والعالم، إن إزاي طالب جامعة بيعمل بحث عادي جدا يقدر عبر خريطة هذا التطبيق يعرف أين توجد قواعد أمريكية سرية في العالم، لأن الجنود اللي بيتمشوا أو بيجروا زي ما احنا شايفين بالظبط كده على الشاشة، ده التراك أو المجال اللي هم ماشيين فيه، ده الإطار الجغرافي لحركة الجنود أثناء التمرين الرياضية. فقدر يعرف قواعد عسكرية موجودة في سوريا، في افغانستان، في اماكن كتيره، نتيجه الجنود اللي عندهم الابلكيشن ده اللي هم بيتمشوا او بيجروا في هذه الاماكن. طبعا ده عمل صدمه كبيره جدا. البنتاجون قال احنا واخدين الموضوع على محمل الجد، بندرسه، انما ده بيثير عدد من الملاحظات المهمه. الملاحظه الاولى انه الكشف لم يشمل فقط ان الطالب ده اظهره عبر هذا التطبيق، ما أظهرش فقط قواعد عسكرية
أمريكية سرية، وإنما كمان قواعد عسكرية روسية سرية، وقواعد بريطانية وفرنسية، وقواعد كتيرة حول العالم اللي فيها جنود بيستخدموا هذا التطبيق على الموبايل. الأمر الثاني إنه بعض الشباب بعد هذا الطالب ما توصل إلى ذلك بدأوا يحاولوا يقتحموا قواعد سرية عسكرية حول العالم. نمرة ثلاثة، جيل الإنترنت أو الجيل الرقمي. ده مصطلح عام بيطلق على الجيل الذي نشأ في عصر الإنترنت، لأن أغلب الأجيال اللي موجودة على قيد الحياة عاشت ما قبل الإنترنت وبعدين عصر الإنترنت، إنما في أجيال لم تحيا عصر ما قبل الإنترنت، ما يعرفوش إن كان في إيه قبل الإنترنت. ففي أجيال بتتعامل رقميا، كل حياتها رقمية، حركتها كلها على الجي بي إس، دايما عنده موبايل ذكي، دايما عنده أدوات تكنولوجية متصلة بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت. فجيل الإنترنت الذي لا يعرف إلا الإنترنت بقى خطر على أمريكا، طبقا لوصف صحيفة روسية كما نقل موقع روسيا اليوم. وإن بقى جيل الإنترنت ده هو اللي ممكن يهزم أمريكا. ليه؟ لأن ما عندوش أي ضمانات أمنية ولا اعتبارات أمنية، لأن هو جيل عاش حياته كلها حياة رقمية في ظل عصر رقمي وبيئة رقمية، كل التكنولوجيا اللي بيستخدمها رقمية، وبالتالي ما عندوش عنصر التأمين وما عندوش بدائل غير رقمية. فأصبحت أمريكا كلها على الهواء، كما أن دول كتيرة جدا على الهواء نتيجة صعود هذا الجيل اللي هو الجيل الرقمي أو جيل الإنترنت. في كل الأحوال البنتاغون بيعتبر أن ده خطأ أو أن دي ثغرة بيحاول يرممها، إنما الموضوع الأهم هو أن احنا هنمشي في أي اتجاه إذا أشياء كتيرة جدا في العالم عسكريا ومدنيا يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت إذا كانت متصلة بها. ده معناه إن مستقبل المعلوماتية في العالم قد يلغي الكثير جدا من طابع السرية أو السرية الشديدة لدى بعض المؤسسات العسكرية والمدنية. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.